السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أعمل المساقط بتوعي، خليني أبدأ أرسم أي حاجة عشان تبقى معايا. أقول لكم مثلا حاول دوت وأقول له حط لي مثلا كام عمود بالشكل دوت، تمام. وبعد كده هاجي هنا يظهر معايا الشكل زي ما انتم شايفين، هنا الأدوار وهنا العناصر اللي أنا ممكن أضيفها. فأقول له أنا عايز مثلا أضيف الفيو بتاع النورث، أعلم عليه وأجي هنا بقول له هنا جنريت فيو. فبيقول لي الفيو دوت عايز تشوف فيه انهي ادوار، تقدر تتعلم على الادوار اللي انت عايزها، تمام اوكي. وعايز تشوفه من انهي اتجاه، طب ده النورث، خلاص يبقى انا اعلم على الاتجاه اللي هو من فوق. وبعد كده ببدا اشوف البرسبكتيف بتاعتي والاتجاه بتاعي واقول له اوكي، تمام. وبعد كده اجي هنا اقول له دوس عليه مرتين فيبدا يفتح لي النورث بالشكل دوت، تمام. طيب لو عايز برضو اي اتجاه اخر اقدر اجي هنا واعلم على الساوث، واروح معلم هنا واقول له جنريت فيو وابدا اختار ده، احنا اخترنا الساوث اهوت. وتبدا من هنا تعدد تختار الادوار اللي انت عايز تشوفها في قلب الساوث وتقول له اوكي اوكي. وبعد كده تيجي هنا سمارتين فيبدا يجيب لك الساوث بشكل دوت.